السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا موقع ظريف جدا وحلو جدا اسمه pdfcandy.com. الموقع ده بيعمل حاجة كتيرة جدا من غير ما نسطب البي دي اف، تمام؟ يعني هو بيحول البي دي اف الوورد، والوورد البي دي اف، والبي دي اف الصور، والصور للبي دي اف، وبيدمج كذا ملف بي دي اف. يعني تقدر ترفع له كذا ملف بي دي اف ويدمجهم مع بعض، يقدر يعمل لك باسورد، يقدر يفك لك الباسورد، يحط لك علامه مائيه، يغير لك المساحه بتاعه الصفحات، يعمل قطع لبعض الصفحات، يحول كذا امتداد للبي دي اف، البي بي تي، البي دي اف اكسل، البي دي اف بيج نمبرز، تصدير للصور، يغير في الهيدر اند فوتر، كل ده من غير ما تسطب اي حاجه خالص. كل اللي عليك ان انت بتعمل ايه، بتختار اللي انت عايزه، وليكن مثلا بي دي اف وورد، وتروح رافع له ملف البي دي اف، ويروح هو عامل لك داونلود للملف دوت. يعني مثلا خلينا ناخد مثلا حاجه صغيره، مثلا وليكن خلينا نختار ايه، ذا بين بروتوكول. هو اوتوماتيك بس بيعمل له ابلود، يعمل له تحويل الوورد، وتفتح الوورد عادي، تمام؟ كل الحاجات كده بسيطه جدا. ترفع ملف الصوره مثلا، يروح محول لك البي دي اف، او ترفع البي دي اف وتحوله لصوره، او ترفع كذا ملف بي دي اف ويدمجهم لك مع بعض، تمام؟ تقدر تعمل داونلود، او تقدر ترفعه على جوجل درايف، او تحطه على الدروب بوكس، وهكذا، تمام؟ فموقع يختصر لك برامج كتيرة ممكن تسطبها او تشتريها او تضرب لها كراك، فاتمنى تستعمله.